بعرف إذا في حدا لسه مش داخل معانا. نعمل شيرنج للديسكتوب. نعمل كولينج لبقية الطلاب. تمام. اوكي. اوكي الكاميرا كانت طافية لازم خلص. شيء كويس ان شاء الله. تمام الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. بس مره ثانيه اتاكد بس الريكوردينج شغال وهذا صار عنده وصلت منه. تمام anyway قبل البريك كنا نحكي عن بشكل عام عن الهاي باس فلتر وانه هو بيعمل شاربنينج للايميج بشكل عام بس ما بيعملش الالتيميت شاربنينج. تمام بس هو اتس شارب تو ذا اند. تمام وحكينا كيف شفنا كيف طلعنا الكيرنل تبعه والكيرنل تبعه كان بهذا الشكل. تمام اللي هو ماينس 1 على الباوندريز تايمز 1 على 9. بعدين دخلنا على الشارب فلتر وحكينا الشارب فلتر هو سمبلي قريب من الهاي فاست فلتر واللي هو حتى نعمل كونفيرم على الشارب مين ايش بنعمل؟ بنضيف الشارب ايمج لمين؟ للاوريجينال ايمج وهيك بصير انا عندي يعني خلينا نحكي التيميت شارب ايمج يعني هذا هون. بس حكينا انه هون بيختلف شوي عن الريجولار فلترز اللي احنا اشتغلناهم انه في عندنا فاريبل كي. الفاريبل كي هذا كانك انت بتشيل من الايمج وبتعطي للشارب او بتشيل من الشارب بتعطي للايمج اوف يور تشويس حسب الحاله اللي انت بدك اياها. وطلعنا اخر شيء انه الشارب فلتر لما تعمل له convolution مع الاوريجينال ايمج هو ايش راح يكون يساوي؟ الاوريجينال ايمج تايمز 1 ماينس كي بلس الايمج المعمول لها هاي باس فلتر تايمز الفاريبل كي. وبالحاله هاي the rest is easy فبصير انا عندي اللي هو الشارب فلتر convolution مع الاوريجينال ايمج ايش راح يكون يساوي؟ اللي هو فعليا الاي اوريجينال ايمج اوريجينال ايمج تايمز او كونفوليوشن خلينا نحكي يعني مع الايمج ايدنتيتي ماتريكس تمام ضرب اللي هو 1 ماينس كي بلس اللي هو الاي اوريجينال ايمج خلينا نعمل هاي بريك داون اي اوريجينال ايمج كونفوليوشن مع اللي هو الهاي باس كيرنل او هاي باس فلتر ضرب ال كي. فاحنا عملنا بس بريك داون للاوريجينال ايمج صارت هيك وعملنا بريك داون للهاي باس فلتر معمولها يعني الايمج هاي باس فلتر اوريدي فعملنا لها بريك داون مره ثانيه. طلع الاي اوريجينال ايمج برضه كومبينيشن مع الاي اوريجينال بتساوي عندك اللي هو فعليا الاي اوريجينال طلعها برا ضرب اللي هو الايدنتيتي ماتريكس ضرب ال 1 ماينس كي تمام زائد اللي هو الهاي باس فلتر ضرب الكي تمام بتروح الاي اوريجينال مع الاي اوريجينال بتصفي عندك اللي هو الشارب فلتر ايش بيساوي عندنا؟ بيساوي فعليا اللي هو الايدنتيتي ماتريكس ضرب اللي هو 1 ماينس كي بلس الهاي باس فلتر مضروب في الكي. نكمل المعادله الساعه. اوكي نمسح هذا الحكي وي دونت نيد رح نخلي بس هذا عشان نحتاجه بالمعادله هون عشان نطلع الشارب فلتر فنمسحها هيك خلينا نبلش من تحت. تمام هيك نمسح الباقي. ففي عندنا اللي هو صفى انا عندي اللي هو شارب فلتر ايش راح يكون بيساوي؟ بيساوي الايدنتيتي ماتريكس واللي هي فعليا 0 0 0 0 1 0 0 0 0 مضروب في ايش؟ 1 ماينس كي هاي كلها مضروب لها مين؟ مضروب لها اللي هو الهاي باس فلتر اللي هو فعليا هاي الكيرنل اللي احنا طلعناه
ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 ايوه ماينس 1 على الدايره على الباوندريز يعني 8 بالنص ضرب 1 على 9 ميك سنس. طبعا نسينا احنا اهم شغله اللي هو ضرب كي عشان ما ننساهوش ايه عشان ما ننساش الكي فاريبل تبعنا. فهذا بصفي عندك اللي هو الشارب فلتر ايش بيساوي عندنا؟ فعليا اللي هو دخل هاي هون بصير 0 0 0 0 1 ماينس كي 0 0 0 0 زائد اللي هو فعليا ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 8 ماينس 1 ماينس 1 في K على 9 ميك سنس. ما عملتش شيء ما عملتش سكيب لاي مرحله من المراحل. فعليا اطرح 0 ناقص 1 فعليا راح يكون ناقص 1 على الدائره واحد ناقص كي فعليا هون او خليها هاي شوي لبرضه بعدين فيها ناقص واحد على الدايره اوكي في كي على 9 تمام. خلينا نشوف اللي بالنص كيف احسن. اول شيء خلينا نتخلص من هاي الكي. لو ضربنا كي فيهم فعليا هذول راح يكونوا ماينس كي ماينس كي ماينس كي هون واحد على 9 ماينس كي ماينس كي ماينس كي. حد عنده اعتراض؟ هذا عنده اعتراض صفر؟ لا دكتور ما فيش تمام. احنا عندنا فعليا هاي زائد هاي تمام اللي هي فعليا ايش راح تكون؟ 1 ماينس كي تمام زائد تمام 8 كي على 9 برضه حدا عنده اعتراض على هاي؟ ما فيش. سمبلي هون هاي هي على واحد هاي على واحد اضرب في 9 واحد المقامات تمام. شو بيصفي عندك في النهاية اللي هو 9 على 9 ناقص 9 كي على 9 زائد 8 كي على 9 ميك سنس. خلينا نمسح هذا البطل في الداعي اوريدي اخذنا تمام. هيو فوق تمام نشوف هاي شو وضعها تمام اللي هي فعليا ايش بتكون راح تكون 9 ناقص ناقص 9 كي زائد 8 كي ناقص كي ليش 9 ناقص كي نعم 9 ناقص كي اختصرتها انت على 9 تمام. ال 9 هاي بدناش اياها لانه كله راح يكون مقسم على 9 وطلعناها برا. شو بصفي بالنص؟ اللي هو 9 ماينس كي ميك سنس ولا في اعتراض؟ في اي شيء مش مفهوم هون؟ كيف طلعنا هذا؟ نعم دكتور تمام اوكي. فهو بصفى عندنا الكيرن الهاي باس او الشارب فلتر سوري الشارب فلتر الكيرن تبعه راح يكون بهذا الشكل ماينس كي على الدائره بالنص 9 ماينس كي في 1 على 9 رايت. فهذا الكيرن تبع اللي هو الشارب اوبس الشارب فلتر تبع الشهر تمام. حد عنده سؤال عنه؟ حد عنده اي سؤال اي استفسار عن كيف طلعنا الكيرنل تبع الشهر دكتور سؤال هو شنو يعني الشيء المهم الاوتبوت المهم بالشهر وبالهاي انه بس نطلع الكيرنل؟ ايوه شو المهم فيه؟ جود كويشن فيري جود كويشن. المهم فيه شارب فلتر بيعمل لك اللي هو خلينا نحكي يعني خلينا نحكي اول شيء بيعمل لك شارب بيعمل لك شارب للايمج اول شيء طبعا شارب اون ايمج او شارب ايمج بيعمل لك شارب ايمج تمام. لما يصير شارب ايمج انا شو بكون استفدت منه تمام. لما بشتغل بهذا الاسلوب ممكن استخدمه في الايدج ديتكشن. هذا في ايدج مش واضح عندي هو هذا بوضح لك اياه. ممكن كمان استخدمه في اني اعمل ايش؟
focus on noise. تمام؟ وبالحالة هاي أنا بكون بدي أعمل reduce the noise بعد هاي الليفل. تمام؟ على صورة معينة يعني. ما بعرف إن شاء الله بعرف تكون وصلت الفكرة يعني. فمن من الشغلات اللي أنا مستفيد منها في الفلترز بشكل عام، الفلترز كلهم هذول بيدخل في مرحلة البري بروسيسنج. مرة ثانية، كل الفلترز هاي تدخل في مرحلة البري بروسيسنج، إنك أنت قاعد بتجهز الصورة للإشي اللي أنت بعد هيك بدك تعمله. تمام؟ ممكن اللي حكينا يكون اللي بعد هيك يكون إيش ديتكشن، تمام؟ أو سوري يعني ديتكشن بشكل عام، أو اللي هو ريكوجنيشن. فحتى تقدر تعمل هاي الحركة اللي هي الديتكشن أو الريكوجنيشن لازم تجهز الصورة. إذا أنت طبقت الديتكشن دايركت مش هيطلع معك الريزلت اللي أنت بدك إياها. خلينا نتخيل مثال. مرة ثانية ما في إشي هون، خلينا نمسح هذا الحكي. تمام؟ خلينا نتخيل مثال. أوكي؟ فنفرض أن أنا عندي يعني صور أو مجموعة من الصور. تمام؟ مجموعة من الصور. أوكي؟ فنفرض أن فيهم مثلاً فنفرض أن فيهم faces. تمام؟ يعني anyway something that I can. فنفرض أنك أنت بدك تعمل إيش؟ تطلع هاي العين اليمين مثلاً، أوكي؟ تحطها بصورة لحالها، أوكي؟ بس مش للصورة هاي، لكل الصور. فنفرض أنك أنت عندك ستيل مجموعة من الصور، أوكي؟ موجودة هنا إلى آخره. حتى تقدر تعمل هاي الحركة، مش كل الصور إذا طبقت عليها الديتكشن تكنيك تبعت العين حتطلع لك العين بالضبط، عرفت علي كيف؟ فما بضبط زي هيك تشتغل فيها immediately. فساعتها أنت بدك تشتغل شوية فلترز بالبداية، تمام؟ تطبقهم على الصور بحيث أنك أنت تجهز الصورة تطلع منها إيش؟ العين. فمن الشغلات اللي هاي اللي هي مثلا زي اللي هو الهاي باس فلتر، فنفرض انه مثلا الصوره كانت بهذا الشكل، يعني انا مش شاطر بالرسم بس anyway يعني سامحونا. فنفرض انه واحد شعره هيك، تمام، له اذنين، اوكي، له تشن، تمام، وله عين something like that. هلا هذا كونكتد، اوكي. هلا لما تيجي انت مثلا تدخل عليها مثلا الشارب فلتر، اوكي، ممكن او الهاي باس فلتر وات ايفر، بغض النظر شو 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 الفلتر اللي انت بدك تطبقه، ساعتها حيطلع معك بس الباوندرز والسكن هاي حتختفي شوي من الصوره. تمام؟ حيطلع معك شيء زي هيك ايدجز وما فيها تفاصيل كثير زي ما في بالصوره هون. فبالحالة هاي أنت خففت شغلات من الصورة بحيث أنك توصل للتارجت تبعك، تمام؟ بحيث أنك أنت توصل للتارجت تبعك في الصورة. طبعاً في كثير تكنيكس ممكن نشتغل بعد هيك عليها، بس الفكرة من الفلترز هاي إنها إيش؟ بري بروسيسنج، بتهيئ لك الصورة، بتظبط لك الصورة بشكل عام كلهم هذول. فلنفرض أن عندي هون مثلاً 1000 صورة، تمام؟ فانت بدك تضبط كل الالف صوره هذول بحيث انه لما تطبق التكنيك يعمل لك اكستراكشن او سيجمنتيشن او ديتكشن للبارت اللي انت بدك اياه في الصوره. ما بتيجي ما بضبط معك تيجي تطبق ديتكشن تكنيك هيك مره واحده. تمام؟ طبعا في شغلات ممكن انت تعملها، خلينا نحكي يعني ابلاين مثلا زي تكنيك، خلينا نحكي نسميه مثلا اكتف كونتور تكنيك. اكتف كونتور تكنيك، تمام. والاكتف كونتور تكنيك متخصص في مثلا على سبيل المثال في عمل ديتكشن اللي هو باينري لارج اوبجكتس، تمام.
بعملها ديتكشن لشيء اسمه باينري لارج اوبجكت، ومن اسمه باينري فهو 01 بالنسبه للايمج عندنا الصور، تمام؟ فهو بتكون الصوره بلاك اند وايت موست لايكلي. فانت بعد هيك بتحولها او هو بيشتغلها باي اتسلف لحاله من جوا، بيشتغل لك اياها. طبعا ما بيشتغل لك اياها، انت ساعتها بتكون انت ايش عامل؟ مجهز الصوره ومش مخلي فيها غير اوبجكت واحد بالنص هيك. ونتخيل مثلا على سبيل المثال تبعنا اللي هو العين، شيء زي هيك. ساعتها لما تعمل باينري لارج اوبجكت هيعمل لك ديتكشن لهذا، هيعمل لك ديتكشن او الاكتف كونتور تكنيك، هاي هيعمل لك ديتكشن لهذول الاثنين الاوبجكت، وساعتها انت بتقرر تاخذ الاوبجكت هذا ولا الاوبجكت هذا، تمام؟ اما انك انت تطبق الاكتف كونتور تكنيك على الصوره هيك دج، ما فيش، ما عملتش، ما عملتها يعني ما حولتهاش لجري سكيل، ولا اشتغلت عليها فلترز، ولا عملت عليها شغل الى، ساعتها ما حيطلع معك ريزلت، حيطلع معك اي كلام. فلازم البري بروسيسنج، وحتى نستخدم البري بروسيسنج لازم نعرف البري بروسيسنج تكنيكس اللي بتستخدم على الصور، منهم هذول الفلترز زي الهاي باس، اللو باس، الشارب فلتر الى اخره من التكنيكس الموجوده عندنا هون، الجري سكيل، البرايتنس، الكونتراست، هاي كلها بري بروسيسنج تكنيكس نستخدمها حتى نجهز الصور للديتكشن او الريكوجنيشن. ماشي، يعني هيك وصلت؟ تمام دكتور، تمام. ففي شغلات كثيره ممكن تكون بالصوره مضايقتنا، تمام، وما بدنا اياها، وبدنا نوصل للتارجت تبعنا. هلا الشطاره انك انت توصل لهذا التارجت، وشو طب شو كيف بدي اوصل له؟ بدك برضه شطاره بتصفي شو التكنيكس اللي استخدمها حتى انا اوصل للتارجت تبعي؟ شو الكاسكيد بروسيس اللي لازم اطبقها؟ هل اطبق الهاي باس فلتر ولا اللو باس؟ اطبق الجوشن ولا الفلاشن؟ تمام؟ اعمل طبعا حناخذها لقدام، اعمل مثلا ايمج اوروجن، تمام، ولا دايريشن؟ يعني في 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 تكنيكس كثير انبولد حتى تقدر انت تجهز مجموعه من الصور ل لعمليه معينه بعدين انت بدك تعملها، تمام. فاذا ما قدرتش تعمل هاي الحركه بتصير يعني بتكون طبعا بروبلم. ليش؟ لانك انت ما بكونش عندك خلفيه عن شو هذول التكنيكس عم بيعملوا. فممكن تطلع بعدين يصير عندك خبره، تطلع الصوره تحكي اه والله هاي لازم اعملها هيك الاول، لازم اعملها مثلا جري سكيل الاول، بعدين اعملها سموثينج، بعد ما اعملها سموثينج بعملها بعدين هاي باس مثلا. عرفت علي كيف؟ بتصير ممارسه سكيل. هاي من خلال اكسبيرمنت مو دكتور؟ اكيد طبعا في عندنا راح تكون عمليه اكسبيرمنت، يعني مرات ممكن تجرب شغله ما تزبط وتجرب شغله ثانيه، تمام؟ وهكذا. في ترايل اند ايرور، تمام؟ بس مش بالاسلوب اللي انت تتخيل انه هيك عشوائي، لا، بتكون انت يعني عارف وبدك توصل بس. بتصفي ممكن تلعب شوية باراميتر تغير تيرهم إلى آخر، وهيك بتصير عندك الأمور أوضح. alright. فإيش نستفيد منهم؟ لا، نستفيد منهم، نستفيد منهم كثير كمان، لأنهم حيدخلوا في عملية البري بروسيسنج. فساعتها لازم تعرف أنو الفلتر اللي أستخدمه. طب أنا بدي أوصل للإيدج معين، ساعتها مثلا بستخدم مثلا الإيدج ديتكشن تكنيكس زي الدريفيتيف فلترز، السوبل هلا احنا نحكي عنها، تمام. وبيعملوا لها كمان ايدج انهانس. شفتوا انتم مثلا زي الكود اللي عنده مالك، راح كانت الصوره عباره عن ما فيش فيها شيء بس ايدجز، فهو زي عمل زي ايدج ديتكشن. اذا انا بدي الايدجز فهي الهاي باس فلتر عمله، تمام. فبهذا المنطق يعني alright، تمام. يعني hopefully I answer your question. طيب خلينا نمسح هذا الحكي كله، خلاص. حدا عنده سؤال عنه؟ كيف طلعنا كم اب وذ اور كيرنل اللي هو الشارب فلتر كيرنل؟ ما فيش. طيب خلينا نمسح هذا الحكي وندخل على اللي هو الديريفيتيف كيرنلز، واللي هي الكيرنلز المبنيه على المشتقه، تمام. خلينا نمسح هذا الحكي كله، تمام، ونخش على التكنيك الجديد، اقصد على الكيرنل الجديد تبعنا اللي هو الديريفيتيف كيرنل.
كلنا الكومبوزيشن لحال تمام. وبدنا نحكي هلا عن الديريفيتيف فلترز اللي هو كان حكينا لو باس هاي باس شارب 4 اللي هو الديريفيتيف كيرنل او فلتر. والديريفيتيف فلتر من اسمه يعني هو فلتر مبني على المشتق تمام. هو فلتر مبني على المشتق هاي الديريفيتيف هي مشتقة فعليا تمام. مشتق تمام اللي هو المشتق هو هذا based on اللي هو differentiation differentiation on calculus بناء على بناء على اللي هو ال differentiation concept اللي موجود في مادة الكالكولس. واحنا عندنا هون حنشتغل على two derivative maximum على images نشتغل two derivative. فاحنا عندنا اللي هو medial خلينا نحكي هون medial with maximum up to أو خلنا نحكي we do maximum up to second derivative. نشتغل لغاية بالصور maximum لغاية اللي هو second derivative المشتق التالي أكثر من هيك ما بنعمل تمام تمام. في عندنا اللي هو first derivative عفوا ما سأل في حد عنده سؤال؟ اوكي جزء غلط تمام مش مشكلة. الفيرست ديريفاتيف المشتقة الأولى من الأمثلة عليها والمشهورة جدا في الـ في الإيميجينج على الفيرست ديريفاتيف اللي هو فلتر بسموه الصوبل تمام وبريوت هذول مشهورين جدا بالنسبه للفيرست ديريفاتيف. في عندي انا السكند ديريفاتيف طبعا فلتر اوكي يعني هذا فلتر ليس ار فلترز مشهورين جدا ولهم استخدامات هذول فلترز مشهورين لهم استخداماتهم من الامثله عليهم اللي هم السوبل والايش والفير. في عندنا كمان بناء على السكند ديريفاتيف واللي هو برضه واحد جدا مشهور بسموه لابلاشن تمام. هذا لابلاشن بس بناء على المشتقه الثانيه بناء على المشتقه الثانيه كمان برضه مشهور جدا بيستخدموه عاده مع الجوسيان اللي هو بصير اسمه جي او ال او جوسيان او لابلاشن. بس هنيجي احنا لوقته ونحكي عن الجوسيان او الجوسيان لحاله تمام. طيب كيف بدنا نطلع في الكيرنل تبعها؟ يعني انا بدي اطلع الكيرنل تبع الديريفاتيف فلترز كيف؟ بحكي لك اللي هو الديريفاتيف فلتر is based on a famous mathematical concept concept وهذا ال concept we called or known as اللي هو Taylor series تمام. فاحنا حتى نطلع الكيرنل لازم ناخذ فكره عن شو هذا Taylor series لانه هو اللي حساعدنا انه نطلع الكيرنل تبع الديريفاتيف فلترز. ان شاء الله احنا هون ما حناخذ يعني for the two يعني derivative filters حطيكم first derivative we can come up with the second by yourself تمام. طيب بس خلينا نفهم بالاول شو هو التيلر سيريز وشو بيشتغل. ف so هون احنا حكينا so we need to know
What is بعرف إذا متذكرينه. What is Taylor series؟ شو هو Taylor series؟ لازم نعرفه. تمام؟ alright. فا Taylor series simply خلينا نحكي خلينا نعطيه تعريفين. تمام؟ خلينا نعطيه التعريف العام ومن شوي بعدين نخصص. خلينا نحكي هو simply it خلينا نحكي يعني produce a point. هو بيطلع لنا point. تمام؟ approximated. هاي point إيش معنى approximated؟ based on a given point. كيف يعني هذا الحكي؟ بسيطة. شو معناته؟ لو نتخيل أنا عندي مثلاً على two dimensional space عندي مثلاً x و y، فنفرض أن عندي somehow there is a function. أوكي؟ وصل لهم هذا function. فأنا عندي هون القيمة مثلاً x و y. تمام؟ بدي أعرف أنا النكست بوينت إيش رح تكون؟ بدي أحذرها، مش عارف شو هي. بس بناءً على دراسة هذا الفانكشن. كويس؟ كيف؟ فنفرض إنه أنا مثلاً بناءً على دراسة هذا الفانكشن إنه والله عم بينزل كيربي، عم بيطلع، عم برد بينزل، بوصل لبيك وبرد بينزل، فممكن أتخيل والله النكست بوينت اللي هي هون x برايم y برايم. تمام؟ بناءً على البيهيفير تبع الفانكشن. فالتايلر سيريز شو بعمل لي؟ بعمل لي البريدكشن تبع هاي البوينت قيمتها قديش رح تكون. النكست بوينت قديش رح تكون؟ انا عندي اكس وواي بعرفها الاكس وواي. تمام؟ بس الاكس برايم واي برايم قديش؟ التايلر سيريز بيطلع لي. تمام؟ التايلر سيريز بيطلع لي اياها. طيب هذا خلينا نحكي بشكل عام التايلر سيريز، خلينا نحكي التعريف بشكل عام، خلينا نفوت فيه شوي. ونحكي لك التايلر سيريز سمبلي بكل بساطه يعني ايش بيعمل؟ convert a linear function into ايش؟ into polynomial function. يعني هو بحول لي something like this linear. تمام؟ ليش something like this polynomial؟ تمام؟ أو هيك أو هيك أو هيك أو هيك يعني whatever شو ما كانت الحالة. تمام؟ هو بحول لك الشغل الصلب بصير يعمل لك لها curving. تمام؟ الكيربينج هذا كيف بصير؟ بناء على function. الفانكشن هذا ايش هو؟ الفانكشن تبع التايلر سيريز. طيب شو الفانكشن تبع التايلر سيريز؟ احكي لك بسيطه. خلينا نحكي اللي هو التايلر سيريز فانكشن عباره عن ايش؟ summation from n equal 0 ل infinity. تمام؟ up of n ل a ضرب اللي هو x minus a to the power n على اللي هو ايش؟ I think انها راح تكون n factor. تمام؟ هذا الجنرال فورمولا. So this is يعني this is the general formula of Taylor series. فلنختصر. تمام؟ تايلر سيريز نختصر في اس. تمام؟ هذا جنرال فورمولا تايلر سيريز. طيب اوكي ساوندز جود. طيب فنفرض انه احنا فبناخذ اكزامبل عليه هيك بسيط. تمام؟ ونفهم شو اللي عم بصير انا عندي هون. شو قاعد بصير؟ تمام؟ فنفرض انه انا عندي فانكشن بهذا الاسلوب.
فاينلز. خليني اظبط لكم اياه عشان ينشاف بشكل افضل. عندي فانكشن بهذا الاسلوب تمام، فنفرض ان فانكشن سلوب لايك ذس. Yeah, sounds good. وهذا اللي هو e of x تمام. فاذا سالتك انا e of 0 ايش راح تكون قيمته؟ 1. هاي البوينت اللي على نقطه 0 ايش قيمتها؟ 1 صح ولا لا؟ simply it is 1 تمام. فهذا انا عندي f of x اللي هو e to the power x وعندي قيمتها 1 تمام. طيب فانا اذا قلت لك قديش، سالتك سؤال how is او how much what is the result of، خلينا نحكيها كنجي بطريقة افضل، what is the result of مثلا اللي هو e to the power 1.2 او e to the power 2.5 او e او الى اخره، خلاص اتسلم تمام الى اخره. انا هاي القيم ما بعرف دفنت لنا بعض، شو بعرفني شو e to the power 1.2 او e to the power 0.65321 ما بعرف، بدي كالكوليت تمام. بحكي لك حتى هذا الحكي انا سو فار ما بعرفوش، خلينا نعطيه على متعجب ما بعرف اوكي. but what we know that e to the power 0 equal 1. make sense؟ انا اللي بعرفه انه e قوة صفر بيساوي 1 اوكي. طيب تمام، خلينا نوقف هسه هيك نعمل بوز خفيف عشان ما نعملش رش للامور، نستعجل الامور. عندنا الديريفيتيف فلتر بدنا نبلش فيه، وحكينا الديريفيتيف فلتر اللي هو بيعتمد على الديفرنشيشن في الكالكولس، بس الديفرنشيشن في الكالكولس بالعربي ايش معناه؟ انسي اوكي؟ اللي هو التفاضل. لا اوكي تفاضل تمام تفاضل. انا بعرف الديريفيتيف مشتق من الديفرنشيشن تفاضل، شكرا لك. انا نسيت ما لاحظت الصوره. So we do ايش بنعمل؟ احنا بنعمل ماكسيموم اب تو سكند ديريفيتيف للمشتق الثاني، يعني بمعنى لو اجينا مثلا احكي لك انه 2 اكس تربيع اوكي، او خلينا نحكي هيك اكس تربيع المشتقة الأولى 2 اكس، المشتقة الثانية ايش؟ 2 خلصت تمام؟ هذا هو المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. فأنا عندي الفيرست ديريفيتيف المشتقة الأولى، مثال عليها السوبل والبيروت في لهم كيرنلز جاهزين بتشوفوهم، حفرجيكم اياهم على النت تمام، اللي هم هذول الاثنين، ولا بلاشن برضه له كيرنل برضه جاهز بتشوفوه حفرجيكم. فهذول من الامثله المشهوره جدا بالنسبه لمين؟ للدريفيتيف فلترز. فالدريفيتيف فلترز حتطلع على الكيرنل تبعه هو بناء على ايش؟ على ماثيماتيكال كونسبت اسمه التايلر سيريز. التايلر سيريز هذا شو ماله؟ شو بعمل لك؟ ان جنرال بعمل لك ابسط، يعني على التو دايمنشنال سبيس هو بعمل لك ابروكسيميشن للكومينج بوينت ايش راح تكون؟ احنا مش عارفين، بس بناء على البيهيفير تبع الفانكشن ممكن انا احذرها تمام؟ اوكي. ف هذا من جنرال ديفينيشن. لو فتنا فيها ولو شيء بسيط حنلاقي انها هي بعدين بتحول لك مين من الفانكشن لبولينوميال فانكشن، يعني بمعنى بتحول لك اللينير فانكشن ذا كوادراتيك او وات ايفر كيوبيك اللي هو يعني فانكشنز، او خلينا نحكي كوادراتيك فانكشنز تمام بهذا الشكل. طيب شو الجنرال فورم تبعت التايلر سيريز؟ فحتلاقي تكتشف انه والله هاي هي الجنرال فورم تبعت التايلر سيريز. اوكي طب شو هاي شو معناتها؟ بدنا نيجي نعرف هلا. اوكي سو فار ما بعدناش عن هذا الحكي، ف وي ويل ميك ات سو ايزي على هذا الموضوع وكيف طلع تمام. مين عنده فكرة عن ايش بنحكي احنا هلا حاليا؟ مين اخذها قبل هيك؟ دكتور بدنا جيس للفانكشن لكي نعرف الديتكشن التالية next detection. بارك الله فيك. نعم تمام، هو فعليا that's the purpose of the Taylor series. هو احنا بدنا نعمل guess للفانكشن بناء على
function of connect موجودة which is wrong. طيب خلينا نمسح هاي الجهة خلاص، أنا بس حبيت أعيد عليها عشان بدي أمسحها صراحة، فأنا أعتبركم عليها المفروض أن تثبت المعلومة. نيجي هلا نكمل على الشغل تبعنا عندنا هون. طيب بحكي لك إنه إحنا مثلا إذا أخذنا linear function، أي linear function تمام، إذا إحنا أخذنا ال x function، حكينا ال x function أو ال y function راح يكون هيك على ال x axis تمام. طب إذا حكيت لك y plus 1 أو y equal 1 sorry y equal 1 فعليا حيجي function هيك من جهة الواحد ويعمل كروس، وهذا function اسمه y equal ليش فكر على هذا؟ ليش أشوفه أنا لأن هذا كل ما بشوفه بخطو. أوكي خلينا نسكر هذا كروس، هذا يكون اسمه y equal 1 تمام. هلا من linear function على e to the power 0 هون نقطة هاي على الفانكشن هاد e to the power 0 أنا فعليا قربت لين للفانكشن هاد which is good، بس أنا المشكلة إنه أنا هذا e equal 1 it's a good function بس إيش ماله؟ كل ما ببعد الايرور إيش ماله عماله؟ بزيد الايرور كل ما ببعد من هون لهون عمال الايرور ايش؟ بزيد. بس انا خلينا نحكي بالمنطقه هاي القريبه بقدر اقول انه انا قريب على القيمه الصحيحه بس مش عليها، بس كل ما بعد الفانكشن زادت قيمه الاكس انا ضيعت الفاليو فعليا قديش راح تكون تمام. فهذا الايرور انا ما بدي اياه. طيب سو فار سو جود. طيب لو احنا جينا رسمنا هاي الرسمه مره ثانيه اوكي عشان بس نظبطها. اوكي هون e to the power x وهون قيمه واحد وانا عندي صفر، فبحكي لك انا مثلا سوري هون طبعا مش y equal 1 y equal 1 يا بابا خلص تمام دكتور تمام صح مظبوط 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 تمام. فإذا إحنا أخذنا مثلاً اللي هو yes true وهي مظبوطة صحيح، ليش؟ لأنه إحنا إذا بدنا نأخذ هذا function بهذا الشكل واللي هو هذا coming function لأن هذا درس مكويلة هذا إيش راح يكون قيمته؟ إيش function تبقى؟ إيش بعد؟ x مظبوطة x exactly هو x. فإذا أخذت أنا هذا x اللي أنت حكيت عنه as a slope هيك يضرب على واحد، هذا الفانكشن ايش راح يكون اسمه؟ واحد بلس اكس مظبوط؟ ما انا عملت له شيفت بقيمه واحد وانا عندي القيمه هون واحد ميك سنس ميك سنس صح؟ فانا فعليا الان خففت الايرور اللي بين مين؟ بين هون وبين هان، بس استل ما لها الارقام اللي راح تكون على هذا الفانكشن مش مظبوطه. هاي الأرقام على هذا الفانكشن مالها مش مضبوطة ستيل ضايع تمام. فا أجا حكى لك واحد اسمه تايلر، أجا طلع لك قال لك ليش بتضل الحال؟ ليش كل هالغلبة هاي؟ إيش داعي؟ إحنا صحيح إحنا عندنا لينير فانكشن، بس شو رأيك لو أجينا إحنا عملنا حولنا مثلا إنه حكينا مثلا مبدئيا الفانكشن اللي إحنا بنشتغل عليه بلاش هاي نسميها f of x بلاش نضيع، بس فعليا اللي هو الاحمر هذا بيعبر عن الاف اوف اكس والاسود بيعبر عن الاي اوف اكس. فاجا حكى لك هذا الاف اوف اكس مبدئيا اعتبره هو الاي اوف اكس تمام. بس بدي اسالكم سؤال، ايش مشتق الاي اوف اكس؟ يعني مثلا فنفرض انا عندي اي اوف مثلا 2 اكس، ايش المشتقه الاولى تبعتها؟ اكس تربيع تنزل كما هي وراها تنضرب في الاس مالتها، تنزل كما هي 2x يعني ايه؟ لا من البدايه تنزل اي للباور 10x في مشتقه الاس يعني هاي يعني اللي هي هون اي قوه ايش هون بحط؟ قوه 2x 2x مظبوط هيك؟ مشتقه 2x المشتقه الثانيه ايش راح تكون بتساوي؟ 4 تي اي قوة 2 اكس. المشتقة الثالثة تنضرب في 2 بالضبط تضرب في 2 تمام، اللي هي مشتقة اللي فوق اللي هي 8 اي قوة 2 اكس الى اخره.
بس انا بس هيك حبيت اتجيب اياها سريعا. المفروض انك انت عارف يعني او assume that you know this, بس ولو انك تعرفهاش هي كده انا صرت تعرف تمام. بس تطلع عليها بهذا الشكل بس عشان تكون بالصوره تمام. اوكي فقلت لك انه احنا هذا ال f of x راح نخليه يساوي هذا اللينير. ال f of x راح يساوي هذا اللينير. طب كيف؟ بحكي لك تعال بسيطه. خلينا ال f of x هذا اللي هو e قوى x, فنفرض انه هو بيساوي كونستانت تمام. كونستانت واحد زائد تمام. الكونستانت هذا في معامل هون طبعا واحد كونستانت ثاني تمام ضرب x. وشو رايك مش بس هيك خلينا ايش نجمع له الى كونستانت ثالث ضرب ايش x تربيع تمام زائد كونستانت رابع ضرب x قوه 3 زائد الى اخر تمام. انت فعليا حولت هذا الفانكشن لينير فانكشن او يعني كوادراتيك فانكشن تمام. فنفترض انه احنا حنشتغل في هذا المثال لغايه مش عارف لغايه نشتغل لغايه هون لعند الاكس قوه 3 مع انه حيكون طويل شوي بس اتس اول رايت وورث ات عشان توصل للفكره شو اللي انا بدي اوصل لك اياه. كل هذا اللي انا بشتغل لك اياه باجي بحكي لك بسيطه عوض هون صفر ايش راح يطلع عندك؟ عوض صفر محل اكس حطينا هون صفر هون فيش اكس هون اكس فيها صفر والباقي كلهم فيهم اكسس شو راح يصير بالنتيجه جواب النهائي؟ سي زيرو بس والباقي كله صفر. حدا عنده اعتراض؟ سي زيرو. فانا بحكي لك هذا السي زيرو شو بيساوي؟ اي قوة اكس. طب ما انا اي قوة اكس حطيت فيها صفر تمام. فقديش السي زيرو بتصرف فيها؟ قديش بتساوي اي قوة صفر؟ قديش؟ واحد بس واحد. خلينا نمسح بس هذا شوي. اوكي هاي بالنسبة لايش؟ لهذا انا عملت ايش؟ عوضت صفر في الفانكشن اللي انا عملته هذا اللي بدي احاول اخليه هذا يساوي مين؟ هذا. واضحه صفر؟ اوكي تمام. اجيت قلت لك طيب بدي اطلع سي 2 شو اعمل؟ شو بتحكي لي بسيطه طلع المشتقه بتطلع الاكس برا وهذا راح يروح وبصفي الباقي. بمعنى اذا انا اخذت اف اوف 1 من اكس تمام وايش بيساوي بالحاله هاي؟ هاي راح تساوي صفر لانها كونستانت. وهذا ايش راح يساوي؟ ايش مشتقة الـ C2X؟ C يمحك 0 يبقى بس الـ C. ايش؟ يبقى بس الـ C يمحك 0 يبقى بس الـ C2 يبقى صفى انا عندي هون المشتقة الثانية C2 زائد 2C3X 2 سوري خلينا زيرو 1 خلينا نستعمل ويذ ريسبكت 2 خليها هيك 3 احسن اوضح صح؟ نبلش صفر 1 2 3 فخليها هون اوكي؟ فاحنا اشتقينا هلا صفى انا عندي ايش؟ بلس سي 2 هسه صفت هاي سي 1. حدا عنده اعتراض؟ دكتور حتى يفهمون بقيه الزملاء السي 0 اكتب يمها اكس اكس اس 0 اكس للقوه 0 سي 0 ضرب اكس قوه 0 بصير برضه للايضاح حتى للمواضحه ما في مشكله هون اكس قوه 1 ميك سنس تمام ميك سنس ويتش از جود ايديا. فانا عندي هون اشتقيت هذا صفى سي 1 لحاله وهنا زائد 2 صح سي 2 اكس ميك سنس 2 ضرب سي قوه سي 2 اكس قوه 2 ماينس 1 فطلعت عندي ايش؟ C2X زائد نقلوني انت الباقي هاي الثلاثه ايش بتكون؟ 3 سي تربيع يعني 3C3X تربيع. باجي بحكي لك طيب عوض صفر فيهم شو بصفي عندك؟ هاد صفر محل اكس رح نحط صفر صح؟ اللي هي اكثر مشتقه للصفر ايش رح تكون؟
C1 زائد 2 C2 في صفر زائد 3 C3 في صفر. هذا وهذا حيروحوا. شو بصفك أنا عندي؟ C1. طب أنا حكينا في إنه F of X هنا اللي هي هاي E of X بالنهاية بدي أحول هذا الخط لهذا. كيف؟ طيب لما حكينا أنا هنا E هو صفر بصفي أنا عندي C1 إيش بتساوي؟ كمان واحد. ففعليا لو تطلع على الفونكشن اللي هو F of X تمام إيش راح يكون بيساوي؟ فعليا C1 C0 قديش طلع قيمتها؟ واحد زائد C2 قديش أو C0 كم طلعت؟ واحد. C1 قديش طلعت برضو؟ واحد times X زائد خلينا نشوف اللي بعديها. اللي بعديها مين هي؟ اللي هي إيش عندي أنا اللي هو نشتق المشتقة الثالثة لهذا الكلام تمام. كيف بدي أشتقه؟ اللي هو F أو سوري المشتقة الثانية تمام المشتقة الثانية تمام. وإيش راح تساوي عندي هنا؟ نشتق هذا هاي راح تروح بصفة أنا عندي إيش فعلياً 2C2 plus 3 في 2 ضرب 2 ضرب C3 X. هذا عندنا اقتراح المشتقة الثانية. هذا عندنا اقتراح هنا على هذا الكلام. عوض صفر محل X شو بيصفي عنده؟ 2 C شو بيساوي؟ E قوة صفر. فصفة C2 إيش بتساوي؟ 1 على 2. هذا عنده مشاكل فيها؟ تمام. فصفة زائد X تربيع على 2. من وين بجيب هذا الحكي أنا؟ هاي المعادلة الأصلية عم بعوض محل قيم C. طلع على C0 قيمتها 1 C1 قيمتها 1 C2 قيمتها 1 على 2. في مشاكل؟ احنا بس مرتين نشتق وبس، يعني ما نحتاج بعد نشتق. لا حنشتق كمان مره. ليش؟ لانه نطلع قيمه سي 3 بس مرتين تمام. بس بدنا نطلع قيمه سي 3. سي 3 ما طلع، انا طلعت سو فار قيمه سي 2 طلعت قيمه سي 1 بس تمام حنشتق كمان مره عشان نطلع سي 3. والاصل هنا انه انا اضلني اشتق حتى اطلع قيمة C3 C4 C5 تنساش انه اتسفى الى اخره و C6 و C7 و C8 و C9 و C10 تمام. هاي الفكرة. خلينا نكمل. بدي اخلي الجنرال فورمولا هاي وامسح هذا الحكم تمام. اوكي احنا هذا الخط جبناه على اساس انه هذا X لما رفعناه لفوق صار هيك X1 plus X لما عملناه شيفتين باي 1 تمام. فهذا ما بدي شيء خلاص. اوكي وخلي الجنرال فورمولا تمام. هاي خليها ونكمل تحت نشتق هذا كمان مره. فهذا هون المشتقه الثالثه ايش بدها تساوي؟ هذا كونستانت حيروح وهون في عندي اكس حيضل ايش الكونستانت تبعه. فصفت انا عندي 3 ضرب 2 في سي 3 شو بيساوي؟ اف اوف اكس عوض صفر. فبصفي عندي انا اي هو 0. من وين جبت الاي هو 0؟ ما هي فانكشن بدي اوصل له. فهذا كله بيساوي f of x. من f of x مين هي؟ اللي هي هذا. طبعا هذا سميه g of x عشان بس ما يصيرش عندك confusion. فانا بدي احول g of x من ل f of x. بدي احول linear function وهذا احد اهداف الديلر سيريز ل quadratic function او polynomial function. فصفى انا عندي c3 شو بيساوي؟ 1 على 6 صح؟ هاي c3. حط c3 قيمتها بالfunction تبع الكوادرتك هذا راح تصير انا عندي ايش؟ اكس قوه 3 على قديش؟ 6. راح يصير بعد هيك اكس قوه 4 على مين ممكن يتخيل بعدها ايش راح تكون؟ عشرة. لانه احنا لو تخيلنا زائد مثلا زائد عشان تكون بالصوره لو هذا كملنا تمام؟ زائد C4 X قوة 4 مظبوط ولا لا؟ هيك راح يكون مظبوط ولا لا؟ فأنت هون اشتقنا أول مرة بتصير 4 4 C4 X قوة 3
اشتط كمان مرة شو بصير عندي؟ 2 في 2 4 2 في 1 2 24 C4 X مظبوط؟ اشتط كمان مرة فبصير صفي عندك ايش؟ 1 X قوة 4 على قديش؟ على 24 make sense؟ يعني كل حد يمثل فيكتوريال يشبه فهذا على 1 هذا على 1 لما بدك تجي تطلع عليها بتحكي اه والله طب ما هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن فعليا هذا اللي انا بعمله راح يصير انا عندي اللي هو المشتقة للفونكشن تضربه في ايش؟ في اللي هو x minus a هاي حنيجي عليها هذا شو معناته على قديش على الفكتوري او خليني سيبك منها سيبك منها خليني هي عبارة عن مشتقة على ايش؟ على ايش؟ على n فكتوري هل عنده اعتراض على هذا الفونكشن اللي احنا طبعنا؟ دكتور هاي قاعدة عمل وخاصة بهذا المثال لا هذا هذا ما احنا جايين هذا قاعدة عام هلا في عندك مشكلة انه هذا اللي احنا اشتغلنا فعليا هو هذا تمام عندك مشكلة فيه انه هذا اللي اشتغلنا الجنرال فورمولا تبعته هذا اوكي طيب لما نيجي عندي انا هون هذا الفانكشن بشكل عام وضربت انا مثلا عليه خط بهذا الشكل يعني ما كانش دقيق خالص بس اول الفكره وضربت عليه مثلا فانكشن بهذا الشكل هيك فعليا هاي المسافه ايش اسمها خلينا نعمله هون اكس واي تمام هاي المسافه ايش اسمها عندك مشكله انه احنا نسميها واي 2 ماينس واي 1 تمام فعليا لو طلعت عليها انت شو بتعمل؟ هتاخذ طير من هون فهاي واي وهاي واي 1 وهاي واي 2 عندك مشكله انها واي 2 ماينس واي 1 هاي المسافه في عندك اعتراض عليها ما بعرف سامعيني ولا لا لا دكتور ماكو اعتراض دكتور احنا نشتغل وايل او بس اوكي احنا عم نعمل ريكوردينج انا خفت انه ما بنعمل ريكوردينج اوكي تمام اوكي سوري نعم طيب سؤالك دكتور ماكو اعتراض طبعا احنا نشتغل طيب وعندك مشكله هذا x2 minus x1 اللي هي المسافه هاي من هون لهون اللي هي x2 minus x1 لا حلو طيب انا فعليا لو ضربت هذا اللي هو مين اسمه هذا y2 minus y1 على x2 minus x1 هذا ايش بسموه؟ معادلة ميل ايوه يا عيني عليك هذا السلوب هذا فعليا السلوب تمام طيب لما انا اطلع لك المشتقة اوكي لما اضربها انا هاي المشتقة في اللي هي x minus a اللي هي فعلا تخيلها x2 minus x1 تمام فعليا انا ايش بعمل بستثني هاد وبحسب مين قاعد بحسب بهاي المسافة اللي هي من هون لهون مسافة الايرور تمام بحسب في مسافة الايرور بحاول اصفر ما بعرف وصلت ولا لسه تمام تمام واصله ولا في اي سؤال فعليا انا قاعد بالنماس قاعد بحاول اجيب هذا لهون بخلي المنطقه هاي تساوي صفر بس كيف بضربها في x2 ناقص x1 بحيث اني انا بدي اشيلها من هون انا بشيلها وبركز على مين على هاي ميك سنس ففعليا هاي الطريقه اللي احنا كنا صار سنتين نشتغل فيها الان وبنحاول نطلع اللينير فانكشن هذا او الكوادراتيك فانكشن بحيث انه يساوي فانكشن معين انا عندي اياه شو ما كان اي قوى اكس اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 2 شو ما كان الفانكشن تمام حتى لو كان الفانكشن هيك
اكس تربيع بهذا الشكل تمام او اكس تكعيب بهذا الشكل تمام. شو مكان الفانكشن؟ انا بحاول اوصل لينير خط معين واحوله بحيث انه يكون هيك مطابق عليه تماما تمام. كيف بعمل هاي الحركه؟ عن طريق اللي هي تيلر سيريز. هلا انا كل اللي عملت لكم اياه عشان نطلع هاي المعادله كيف اجت. اجت من هذا الاسلوب اللي احنا اشتغلناه وفعليا انتهى. صفت المعادله تبعت التيلر سيريز ان جنرال ايش هي؟ هي ان ان هو صفر لا انفينيتي. ايش انفينيتي؟ لا سي زيرو طبعا بدون اكس يعني هو اكس هو صفر يعني C0 زائد C1 X هو 1 زائد C2 X هو 2 زائد C3 زائد X هو 3 زائد C4 X هو 4 زائد إلى آخره. هاي هي الانفينيتي. أنا قاعد إيش C 8 في X هو 8 C 10 في X هو 10 إلى آخره. فأنا بطلع هذا الحكي لما طلعنا حاولنا نطلع قيم C اللي هي الكونستانتس هاي طلع أنا عندي فاكتوريال في النهاية. ففعليا فعليا هذا الفاكتوريال اللي هو ايش؟ قيم اللي انا طلعتها من سي. سي هي الفاكتور. ففعليا انا شو عملت؟ هذا الفانكشن اللي هو الجنرال فانكشن تبع مين؟ تبع التيلر سيريز. وهيك طلعنا هذه المعادله. حد عنده سؤال كيف هذه المعادله بتشتغل؟ او شو هي؟ ما بعرف، حد عنده اي سؤال؟ تمام. فهاي فكرة التيلر سيريز، هاي فكرة اللي هي التيلر سيريز واللي هي تمشي على الفيرست ديريفاتيف سكند ديريفاتيف ثيرد ديريفاتيف فورث ديريفاتيف فورث وفيفث ديريفاتيف. صرنا نفهم الان ليش المستقبل بدنا اياها عشان نطلع قيمة الايش الكوفيشنتس. مين هم الكوفيشنتس؟ اللي هم السي 1 سي 2 سي 3 سي 0 الى اخره تمام. فهاي الفكرة. انا عشان احدثكم الموضوع اكثر دورت على النت على إشي بيرسم لنا الفانكشنز تمام ولقيت لكم هذا. اوكي بس ما بعرف لو نيجي هون مثلا على انا درو فانكشن اونلاين فري. فهذا هو الجرافيكان يعني جرافيكين كالكوليتر واتيفر ان شاء الله بس يعني ما يغلبناش. فاحنا عندنا مثلا اي تو ذا باور to the power x هذا الفانكشن اللي احنا رسمناه قبل شوي وهنا طبعا بيتقاطع على واحد واضحه صارت تمام. اوكي فهذا الفانكشن تبعنا. فاذا احنا ضفنا كمان فانكشن اللي هو 1 زائد x تبعنا لاحظوا انه مشى وخبط في المماس تبعه. اوكي طيب هذا الواحد هو x شو رايكم نحوله للتيلر سيريز تبعنا؟ بمعنى ايش يعني؟ يعني هو 1 زائد x زائد x تمام تربيع. شوفوا كيف صار شكله زائد x قوة 3 تمام. لاحظوا كيف صار شكله هي لونه بالأخضر صح والـ ex هيو وهذا التيلر سيريز تبعنا زائد x قوة 4 سوري قوة 4 تمام. لاحظوا كيف صار شكله. طيب هتيجي تحكي لي طب ما اشتغلش بحكي لك لا بسيط اصبر علي. هذا اصلا بدنا تقسيم 2 وهذا تقسيم قديش؟ مين يحكي لي تقسيم قديش راح يكون؟ تقسيم 6 او 6 ليش 4 3 في 2 3 فاكتوريال صح تقسيم 6 تمام. وهذا تقسيم 24 لاحظوا شو صار هلا فت على مين هي بطل اصلا اي اوف اكس بطل يبين صار هذا فوقيه. فالفكره انك انت اللينير هذا فانكشن تحوله لايش لا لا لبولينوميال فانكشن يعمل فت على مين على الفانكشن اللي انت اصلا تشتغل عليه فانكشن تبع تايلر. ايوه هذا الفانكشن تبع تايلر اصلا حتى لو يعني لغايه اكس اوف 4 كان جايب لي يعني جايب لي اياه خلصت تمام جايب القيم اللي من الجهه هذه تمام. نجرب اكس 5
على 120 زائد X. أنا بصراحة ما اشتغلتوش بس نشوف والله X to the power 5 تقسيم قديش حكينا احنا 120 5 فاكتوريال بعرفش بيشتغل فاكتوريال هون ستيل تمام. فأنت شو ما كملت بعد هيك طبعا هون حيشي حيكون شبه ال مش السكوير حيكون شبه الباور تو ذا باور 3 يعني اللي هو الفانكشنال البولينوميال تبع الاكس تو ذا باور 3 هو شبه هذا فعليا اوكي بس هو فعليا فت عليه ما زاح عنه يعني ولا يعني فعليا هو يو كان ستوب ات اكس تو ذا باور 4 تمام بتقدر توقف هون وخلص لانه فعليا خلص جاب القيم بالضبط وهيك انا حولت اللينير فانكشن هذا لايش لا quadratic function أو sorry يعني polynomial function حتى يعمل fit على مين على e to the power x make sense تمام تمام. فيعني هاي من الشغلات اللي nice about Taylor series إنه أنت تقدر تتوقع الفانكشن اللي أنت sorry function alright. فكيف أجت المعادلة تبعت Taylor series أجت بهذا الشكل. ليش بنستخدمها؟ حتى نحول linear function لpolynomial function حتى نعمل prediction للvalues اللي احنا بديها نحن مش عارفينها. مين الvalues؟ زي القيمة مثلا هون اللي طلعت عندنا e to the power minus او مثلا 0.0321 قديش راح تكون قيمتها؟ هيك. اوكي؟ حدا عنده سؤال عنها؟ طيب based on math هذا كيف بيشتغل؟ لو بدنا نشتغل عليه مثلا احنا عرفنا هذا سو فار من وين اجى من هذا الكونسبت وهذا المثال فرجينا انه كيف اجى تيلر سيريز وكيف احنا بنقدر نطبقه تمام. خلينا نطبق ناخذ عليه مثال على ارض الواقع ونشوف احنا عندنا تيلر سيريز كيف بيشتغل كيف okay. صح هذا الحكي فلو أخذنا مثال على تايلر سيريز ماثيماتيكلي سبيكينج يعني تمام ونحكي لك مثلا فاين تايلر سيريز لفانكشن معين مثلا عندنا فاين تايلر سيريز فور اف اوف اكس ايكوال مثلا نختار ايش القيمه اللي نختارها بلاش احنا نكبر الفانكشن يعني مثلا فنفرض انه عندي 2 اكس تربيع مثلا زائد 5 اكس زائد 2 اوكي ات اللي هي اي بوينت معين ايكوال مثلا خففها برضو 1 يعني بالنهايه اتس ا فانكشن اورايت. فاحنا ايش بنعمل بالحاله نيجي بنطلع احنا اف اوف اكس هاي اللي هي فعليا ايش 2 اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 2 اوكي وبالحاله هاي نعوض فيها قيمه الصفر اللي هي اف اوف 0 اف اوف 0 ايش راح تكون بتساوي هون صفر 2 ميك سنس تمام. نيجي ناخذ المشتقه الاولى بعرف انا معلش سامحوني ترى انا مرات ما بسمعكم ممكن يكون الصوت ما بوصل ما بعرف حدا حكى شيء ماكو شيء دكتور بس سالت على الاثنين اثنين تمام ما وصل الصوت مقطع انا اسف تمام. طيب المشتقه الاولى قديش طبعا احنا بنضل نشتق لغايه ما تكون القيمه بتساوي صفر بالتيلر سيريز احنا بنضل نشتق لغايه ما الفانكشن يساوي صفر. طيب فاحنا عندنا اف اوف اكس وبصير انا عندي اللي هو 4 اكس زائد 5 ميك سنس وعوض صفر او 5 لا ويت احنا بنعوض صفر هذا زمان احنا عندنا الاي الان قيمتها 1 عوض 1 فمش 2 انا بعتذر فانا عندي 2 في 1 2 زائد 5 في 1 5 فبصير 2 زائد 5 7 زائد 2 9 سوري فهون المشتقه الاولى للواحد
قديش بدها تساوي؟ 4 في 1 4 زائد 5 9 سوري فور كونفيوزنج يعني، بس احنا فعليا بنعوض قيمه ال A اللي هي محل X فبتصير 1. اوكي المشتقه الثانيه ايش راح تكون بتساوي؟ 4 بس 4 بس 4. فهاي ايش راح تصير عندي؟ F of 2 للواحد ايش بيساوي؟ 4. تمام؟ المشتقة الثالثة of x ايش راح تكون بتساوي؟ صفر. صفر. فأنا عندي هنا اللي هو f of 3 of 1 equal 0. لو كملت حيطلع صفر خلاص كتبت الربح. تمام؟ ما حضل الحال. طيب بسيطة ساعتها أنا عندي هنا ال f of x ايش بيساوي عندي؟ اللي هو فعليا راح يكون بيساوي n equal 0 لانفينيتي f of n للa في x minus a to the power n على n factorial. ونعوض تطويل بسيط. طب هتيجي تسالني تحكي لي شو ال n؟ بحكي لك اللي هي هون، انا هون عندي n ايش قيمتها؟ صفر، فانا عندي هون فعليا n ما استقريتش يعني. وهون n equal 1 n equal 2 n equal 3. تمام؟ فأنا عندي كبداية f n f of 0 للواحد قديش قيمتها؟ هاي اللي هي f of 0 للواحد لسه ما اشتقيتش، قديش طلعت قيمتها؟ 9. فبحكي له 9 ضرب x minus a اللي هي قديش عندي؟ 1 لمين؟ للصفر على 0 فاكتوريال. ومنصة الصفر فاكتوريال هذا قديش قيمته؟ 1. ما يرضى عليكم بالضبط انت واحد. الزيرو فاكتوريال ايكوال 1 ماشي، زائد نيجي الثاني اف اوف 1 للواحد قديش قيمته؟ اف اوف 1 للواحد برضه 9 في اكس ماينس 1 تو ذا باور ايش؟ 1 على قديش؟ 1 فاكتوريال. قديش قيمه الواحد فاكتوريال؟ واحد برضه واحد. لاحظوا اصلا الواحد هذه كلها فعليا هي قيمه كوفيشنت 0 سوري كوفيشنت 0 كوفيشنت 1 انه فعليا احنا كان المشتقات كانوا يعني بيساووا 1 زائد اللي بعده اللي هو 2 اللي هو اف اوف 2 للواحد اف اوف 2 للواحد قديش بيساوي؟ 4. تمام ضرب قديش؟ x ماينس 1 قوة قديش؟ قوة 2 على 2 فاكتوريال زائد f قوة 3 للواحد قديش قيمتها؟ 0 ضرب x ناقص 1 قوة 3 على 3 فاكتوريال. خلصنا. هلا هذا ايش راح يكون بيساوي فعليا؟ بيساوي هذا 2x تربيع زائد 5x زائد 2. تمام؟ بتقدر تكمل انت الماثيماتيكال تبعها. تمام؟ بتقدر تكمل الماثيماتيكال تبعها. طبعا فعليا هذا الصفر حيروح للمضروب بالصفر خلاص راح. هذا عندنا هون هذا قوة صفر على واحد بتصفي القيمة هون 9 زائد 9x ماينس 9 زائد 4 في x تربيع ماينس 2x I think انه زائد 1. اوكي طبعا هون على 4 وكمل انت الباقي مش قضية. تمام كمل انت دكتور سوى. يعني شنو الفرق ما بين الاي والاكس؟ يعني انت يعني افترضت انه الاي يساوي 1 ليش ما قلت الاكس يساوي 1؟ تمام احنا عندنا الاي مره ثانيه ايش هو؟ ما سمعت مزبوط. اوكي احنا افترضنا من البدايه معادله اعطينا كويشن معادله وانطينا اي يساوي 1 يعني ليش ما نقول الاكس يساوي 1 حتى بالاخير من نريد نعوض بالكسور الجواب كله يطلع صفر اعتقد. حلو كويس تمام ممتاز. ليش بدنا نعوض انه اكس ليش بنعوض اكس هون ايكوال 1 بنعوضها بالفانكشن على طول هيك عشان هيك ايه حتى نعوض بالكسور الاخيره.
ممتاز ممتاز ممتاز. الهدف من هذا الحركه طبعا احنا بنقدر نعوض محل الاكس اللي هي قيمه A ونطلع قيمه A وخلصنا، بس انا مش عارف. ما هي هون الفكره تمام. يعني الفكره من التشخيص انه احنا نعمل بريدكشن سيستم، بريدكشن سيستم نتوقع قيمه A او الاكس على واحد، على قيمه واحد قديش راح تكون. هون بدخل التيلر سيريز وبقول لك هاي قيمه بناء على الفانكشن اللي اعطتني. ماشي تمام دكتور. يعني هي فكره بريدكشن، انا بدي اتنبا بالنكست بوينت وانا مش عارف. تمام. لا لا طبعا. ما سمعتك، ما مش واصل صوتك، ما عرفت اذا بتحكي. لا دكتور فهمت شنو اللي تقصد. نعم، احنا بالنهايه احنا بدنا نعمل بريدكشن سيستم بحيث انه احنا نتنبا شو الموضوع. هلا انت عرفت بتقول لي بعوض بواحد خلصنا، عرفت علي كيف؟ هلا جزء في كومبلكس فانكشنز ممكن منع او ما نقدر نوصل لمنطقه معينه، فاذا بدي اوصل لمنطقه معينه بالذات بستخدم التيلر سيريز وبريح راس. اوكي؟ طبعا احنا التيلر سيريز انا اعطيتكم سمبل فانكشن وانا حكيت لكم انه بضلك تشتق لغايه ما توصل لمشتقه صفر. فبفرض انا عندي فانكشن زي هيك اي قوة 5 اكس، هذا بتقعد تشتق فيه من هون لبعد بكره ما حيخلص. صح؟ ما حيخلص هذا لانه هاي حيطلع اول مشتقه 5 اي قوة 5 اكس، ثاني مشتقه حيطلع 5 في 25 اي قوة 5 اكس، وبتضلك تضرب في 5 تضرب في 5 تضرب في 5 تضرب في 5. تمام؟ فكيف بدي انا اعمل هذا الموضوع؟ ساعتها بقول لك يو كم اب وذ جنرال فانكشن بصير اللي هو 5 ان اي تو ذا باور 5 اكس. تمام؟ وهيك انت بتكون طلعت الجنرال فورمولا وبتعوضها وين؟ محل التيلر سيريز. anyway مش موضوعنا بس يعني كان لازم اتطرق له واحكي لكم عنه، انه والله اذا صار عندي هيك شو عمل؟ ساعتها بدك تعمل جنرال فورمولا زي ما عملت جنرال فورمولا هون وتعوضها محل ال f of x او f of a. تمام؟ يعني you can do your own practice. هذا بشكل عام التيلر سيريز ماثيماتيكال سبيكينج شو هو وشو بيشتغل فعليا. على مثال اللي احنا كنا نشتغل فيه، هو فعليا عندك واحد هون واقف وايش بيعمل لك؟ بيعمل لك بوش لهذا اللاين ويطعجه بحيث انه يعمل فيت على الفانكشن. وزي ما شفتوا انتوا عندنا في الـ في الـ في السوفت وير هذا الاونلاين جميل، بحيث انك انت بعطيك مجال انك انت ترسم فانكشنز فري اونلاين وتطلع عندك ريزلتس وتشوف شو حيطلع شكل الفانكشن النهائي. ف يا ذاتس هذا هو تيلر سيريز ان جنرال. وهلا حنشوف هذا الحكي كيف حنستفيد منه وشو علاقته في الايمج بروس. تمام؟ هذا عندي سؤال عنه بشكل عام. دكتور الله يرضى عليك وضحت لنا توضيح كافي وشافي، لكن شنو المطلوب بالامتحان؟ الاشتقاقات مطلوبه بالامتحان لو شنو المطلوب؟ اوكي يعني حكينا مره ثانيه الامتحان ما حيطلع عن احنا اللي بناخذه هون، فكل شيء عم تاخذه هون اتس بارت اوف يور اكزام. تمام؟ اتس بارت اوف يور اكزام. طبعا احنا وي فوكس اون ايمج بروسيسنج، بس احنا بهمنا كمان الماث كونسبت بيهايند ايتش تكنيك. تمام؟ فالا ما يكون في ماثيماتيكالي يعني ماثيماتيكال سبيكينج او ماث وورك اون such يعني questions. دكتور يعني هم من تقول الفانكشن تبع التايلر يعني كيف صارت يعني او شنو اشتقاقها من هالكلام؟ لا هاي لا هون لا صح هون لا انا شرحت لك هذا الحكي عشان تعرف كيف طلعت المعادله هاي فقط عشانك انت عشان تفهم شو الموضوع. احنا الاشتقاقات المعادله كيف لا هيك رحنا كالكولس او ديفرنشال يعني تفاضل تكامل يعني بيور لا ما مشي. تمام
احنا ممكن نسألك في 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 شغلة زي هيك بس بالإيميج، تمام؟ أو ممكن أسألك مثال زي هذا، عادي أحكي لك إنه طلع لي تيلر سيريز على الإيميج، ولو إنه برضه هذا شوية ما يعني، تمام؟ بس احنا بهمنا الإيميج سايبر، أنا صدقًا بحب يعني أفوكس إنه مش سايبر، بس إن كيس سألتك على إشي زي هيك أنت بتعرف هي شو المشكلة. أما كيف طلع هذا المعادلة هم لا هذا حرام يعني ما لكش ما لكش فيه. اوكي اما اذا مش معانا وما اشتغلت الشغل واستنيت لوايه من الامتحان ودرست يعني ماي بي اتس غانا جوز اباوت يعني ممكن ما بعرف ان شاء الله لا يعني. اوكي بس الامتحان بشكل عام سيمبل راح يكون حنمشي زي نظام الامتحانات الاونلاين حيكون بارت اوف ات مالتيبل ام سي كويستشنز او ام سي كيو يعني مالتيبل تشويس كويستشنز وانا ذا بارت اس سي كويستشنز حاله شكرا دكتور. دكتور احنا طلاب ماستر والدرجه يعني تسبب لنا قلق اذا كانت يعني دون المستوى انا ما يكون لك انا هذا انا على دراية فيه انا دراية فيه كويس لان انا مخلص زي ماجستير وخلصت القرار انا فاهم شو بتحكي ما يكون لك اوكي من ناحيه يعني انه يعني انا فاهم شو يعني شو اللي بتشعروا فيه يعني من ناحيه الدرجات وقديش ولازم نجيب otherwise حينزل معدل كثير وإلى آخر. بس شد حيلك وفي شيء إحنا حكينا مش مفهوم. الله يرضى عليك لا كله واضح ومفهوم. هذا هو مطلوب أنا من عليه من رأي هذا هو مطلوب إنه كل اللي بنحكيه هنا يكون أنت فاهمه pure يعني فاهمه مظبوط. وأنا بصراحة ما بحب أخش على مثلا deliberative function يعني عادي ممكن أجي أحكي لك والله تعال بالimage processing deliberative function هيك. وصار النص خلص يا روح حلم خلص كل اللي بشرح لك اياه عشان اعطيك هذا تمام بس هذا كيف اجى هذا هون السؤال هذا شو الكونسبت شو الماك بيهايند شو الى اخره واحنا ابلايد يونيفرسيتي وانا بحب الابلايد ماث انه احنا عندنا ماث وعملنا له ابلايد على ريال وورد يعني تمام فهيك اي ثينك انه بتكون امور اوضح وافهم واحسن ويونيفر نو يمكن تكمل بي اتش دي ساعتها حتركض حدا يشرح لك اياه وبجوز ما تلاقي شيء تمام فلا هي موجود الان متوفر اعرفه ادرس عليه وافهمه واتدرب حتى عليه حتى لو انه ما لهش علاقه بالايمج بروسينج كان له علاقه بشيء ثاني ممكن تحتاج التيلر سيريز انت تفكر بس يستخدم في الايمج بروسينج هذا تكنيك ممكن يستخدم له اشياء ثانيه تمام وما تنساش ان احنا بنشتغل كونفيجريشن ممكن نشتغل على الفويس كونفيجريشن عادي جدا فساعتها ممكن تقرا شغله في بيبر لها علاقه بالفويس ويحكي لك على التيلر سيريز وانت مش فاهم شو الموضوع فتنساش ان الكونسبت اللي عم ناخذها هاي فور ريسيرش بيربسز تمام فور ريسيرش بيربسز وساعتها انت بحاجه انك تعرف كل شيء بيهايند ذا سين شو عم بصير تمام فالنهاية التسين تبعنا احنا as a computer science math فلازم تعرف mathematically speaking شو هذا معنا يعني بس بشكل عام هيك اوكي تمام دكتور تمام احنا لسه خاصة المحاضرة طيب اوكي we will stop in here المحاضرة الجاي ان شاء الله حنمر على هذا سريعا ما حكي فيه خلاص راح حكيت فيه مرة واحدة تمام هذا حنمر عليه المحاضره الجايه سريعا اذا عندكم طبعا اي سؤال عليه انا مستعد ان شاء الله اجاوبك عليه وحنخش ان شاء الله ندخل على اللي هو موضوع اللي هو الديريفاتيف فلترز يعني الديريفاتيف فلترز
ونطلع الجريدينت فلتر ونشوف الجريدينت فلتر ماثيماتيك سبيكينج كيف طلعنا باستخدام التايلر سيريز. اوكي ونطلع اخر شيء الفلتر تبعنا اللي هو هذا السيمبل از ذات، يعني بالنهايه بنعطيك يعني 3 باي 3 ماسك تمام فيه قيم وحدات وماينس واحد، طبعا في واحد ثاني مرادف له مش بس هذا، بس الايام الجايه ان شاء الله نيكست ليكتشر ان شاء الله بنحكي عنه. حد عنده سؤال سوفان؟ لا دكتور طبعا. لا تمام دكتور يعطيك العافيه. ممتاز الله يعطيكم. اصلا كان سيو ان شاء الله نيكست ليكتشر والله يعطيكم العافيه وان شاء الله تكونوا يعني استمتعتوا بمحاضره اليوم ما كانت ثقيله عليكم. نعم دكتور. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا سام. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم جميعا وتصبحوا على خير ونشوفكم ان شاء الله coming Tuesday ان شاء الله. ان شاء الله. Stop recording. ان شاء الله. Stop recording.